السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد وحليمة وفيديو جديد. النهاردة هنتكلم على خدمة جديدة بتقدمها منصة جوجل وهي خدمة جوجل ميت. معلش اعذرني الاسم غريب شوية. الخدمة دي حاليا في المرحلة التجريبية، طبعا جوجل عاملاها عشان تنافس خدمة زوم واللي ظهرت في الفترة الأخيرة مع وجود وباء كورونا وموضوع التعلم عن بعد والفيديو كونفرنس ما بين المجالس النيابية أو الحكومات أو حتى في الجامعة. الإحصائيات بتقول إن خدمة زوم كان بيدخل فيها شهريا 300 مليون مستخدم. وإحنا لو بدأنا دلوقتي كلامنا على جوجل ميت، إن جوجل ميت مش محتاج إن أنت عندك حساب على جوجل، انت بس بتاخد اللينك وبتفتحه على طول، بيفتح لك على طول السيشن بتاع الميتنج اللي انت هتفتحه. تمام، زي مثلا خدمة السكاي بي، وانت لازم يبقى عندك اكاونت ويتفعل برقم تليفون وكل الكلام ده. النهاردة احنا هنشرح ازاي تدخل على جوجل ميت وازاي تفتح البرنامج وازاي تشترك فيه، وهنديك احسن النصايح ان انت تحصل على افضل اجتماع او افضل ورشة عمل او افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الفايرفوكس اوكي، شغال معايا الفايرفوكس. جوجل كروم تمام. انترنت اكسبلورر لا. الله 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 الله، ما تستعدي بالله يا نيسا، ده حتى قطع العيش وحش. ايه اللي مش هينفعني؟ تمام. عملت ساين ان بالايميل بتاعي على الجيميل، مدام ظهر هنا اهوت كده يبقى الجوجل اكاونت دخلت بيه. في طريقتين ان انت تفتح بيهم جوجل ميت. اول طريقه وهي في خدمات جوجل، هتلاقي هنا هي التسع مربعات اللي على بعض دولت فوق، هتلاقي في عندك ميت، اكاونت، سيرش، يوتيوب، جيميل، درايف، البلاي ستور، جوجل فوتوز، ترانسليت، كالندر، اند ديوب. تمام، خلي بالك هنا انت ممكن يعني تغير مكان الايقونات زي ما انت عايز. دي اول طريقه، اضغط عليه هيفتح لي الصفحه الرسميه جوجل ميت. طبعا انت لو عندك انتي فيروس الاي اس تي من السكيورتي، قال لك هنا ان الموقع ده بيفتح الويب كام، فخلي بالك. الطريقه الثانيه وان هي دوت جوجل، تضغط انتر فتح لك الصفحه الرئيسيه. تمام. طيب انا عايز اعمل اجتماع، لو انا الادمنستريتور بتاع الاجتماع ده، انا مدرس وهجيب الطلبة، انا مدير الشركة وهجيب الموظفين اللي عندي، فانا اللي هعمل الاجتماع هنا. تمام، وابدأ. لو انا واخد اللينك بتاع الاجتماع فانا هدخله هنا كوبي بيست. تمام، تعمل ايه؟ اندمج. نفترض مثلا اهو فعلت كلمة. طيب انا عندي هنا جدول اجتماع الفيديو من تقييم جوجل، وده هنبدا بيها اول حاجه. هيفتح لي النتيجه بتاعتي، الكالندر بتاعتي، هضيف العنوان زي مثلا ميت يا نهار اسود. خير يلا، في ايه ده بالانجليزي يا حاج؟ مي 2020. هبدا هنا اعمل اضافه مرفق، وهي الملفات اللي انا عايزها تتحمل عشان تبقى موجوده. طبعا هنا الاخيره ديت، ده هنا جايب لي ده انا فايل بتاع برنامج كنت عامل له ابلودنج على الجوجل درايف. تمام، انما انا لو عايز احمل هنا اختيار ملفات من جهازك. تمام، مثلا سي اي ملف هنا اهو دوكمنت واحد. تمام، اعمله تحميل
يبقى الملف ده هيتشير مع الناس اللي موجودين ميتنج. تمام، اعمل حفظ او خلاص. هل تريد الحصول على شعارات افضل؟ اسألني لاحقا. ماشي، اقفل ديت وارجع تاني لجوجل ميت. هنا بص جاب لك ايه، قال لك انت عندك اجتماع الساعة 5:30 ميت باسم كذا، لو دخلت عليه جاري الانضمام. هيدخلك بقى هنا، عايز يظبط لك الكاميرا، برنامج الانتي فيروس مش سايب اي خطوه فتح الكاميرا الا وبيقول لك خلي بالك. هنا اسم الاجتماع، تمام، تقفل الكاميرا. هو هنا انا لاغي الكاميرا عندي، اقفلها، ايقاف الميكروفون، تمام، تفعيل الشرح، الاعدادات، كل ده الكلام ده ايه هنتكلم عليه كمان شويه. طيب انضم الان. كاتب لك هنا بقى اسم الاجتماع، فتح لك السكرين، تمام. هنا طبعا عشان انا موجود لوحدي بس، احمد ابو حليمه، لو عايز اضيف اشخاص الاسماء الايميل بتاعهم وبعت لهم، تمام. المحادثه ده الشاتنج مثلا، الاسم الشخص اللي هيبقى موجود معاك هيشوف الشات ديت، تمام. يدوك تضغط في السكرين اللي هنا ديت في النص، الشات يرجع تاني. المرفقات طبعا دوكمنت ايه واحد اهوت، لا انا لما افتحه هيبدا يتعامل مع يعني الملف ده، هنا بشرح فيه وهو فاتحه برده وشايف اللي انا بعمله، حتى لو انا ايه مش عامل شير للسكرين، تمام. طبعا عشان تفتح جوجل ميت من على الموبايل لازم ان انت تنزله، تعمل له انستول. طبعا بيبقى فيه هنا عندي ايه مجموعه من الخيارات. الخدمه اللي موجوده وهي تفعيل الشرح، انا هنا لو ضغطت على تفعيل الشرح، وهو انا الميزه دي بتديك انت لو بتتكلم تشرح حاجه كيمستري او الماث او anything يعني في بالانجلش، بان هو بيحاول يكتبها بحيث ان اللي ما سمعش منك الكلام بتاعك بالظبط هو ممكن ايه يكتبه له على الشاشه، فانت الشخص اللي معاك المشارك في الميتنج هيعرف انت قلت ايه بالظبط. الخدمه انا شايفها مش اكيوريت قوي، بس هي خدمه من الخدمات الجميله انا شايفها. مثلا لو عملت تفعيل الشرح، بس طبعا هتكلم ساعتها انجلش لانه مش هيفهم العربي. جوجل ميت ناو is a very good service for conference while we are in coronavirus pandemic. انت قول السؤال تاني. كاتب كل حاجة انا قلتها. طبعا هو اول ما انا اتكلمت عربي هيبدأ يهنج، تمام. انا فانا ايه هعمل ايقاف الشرح. فانا شايف الخدمة دي خدمة لطيفة قوي. طيب في ملحوظة كنت عايز اقولها، وهو ان الجوجل ميت عدد المشاركين الاقصى بتاعه اللي هو ممكن يشاركوا في السيشن الواحد 250. انا هحط دلوقتي صورة واخدها من موقع جوجل بيشرح فيه عدد الناس المشاركة تبعا لبرنامج جوجل ميت انت فاتحه ليه، هل هو تعليمي ولا. لو ضغطنا بقى على مشاركة العرض الان، يا اما بيديك خيارات، يا اما تعمل مشاركة للشاشة كلها او علامة تبويب مثلا، حاجات انت حاططها في الجوجل كروم عندك بحيث ان هو يشارك دي بس او نافذة بس فقط. نافذة اهوت، نافذة المفتوحة. علامة التبويب اللي هي مفتوحة حاليا اللي هي جوجل ميت، على افتراض مثلا ان احنا كتبنا حاجة تانية،
لي مثلا عايز اشارك هنا موقع MSN، فانا عملت له مشاركة هنا، علامة التبويب موت، هيشارك أنت حاليا تشارك العرض مع الجميع، أمكن هنا للعودة إلى مكالمة الفيديو عندما تكون مستعدا لإيقاف مشاركة العرض. يعني أنت حاليا مش بتتكلم فيديو، أنت بتشارك حاجة زي ما قلنا، يا إما أقوله ماشي رجعني، أنت تشارك العرض مع الجميع، إيقاف مشاركة العرض. هو ده كان كل حاجة عن خدمة جوجل ميت. هي بس الحاجة الوحيدة اللي أنا أحب أقولها في الآخر، وهو الحاجة اللي كانت تنقص خدمة جوجل ميت في الشرق الأوسط، وهي خدمة الريكورد. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم وكان إفادة ليكم في معلومة جديدة. العملية اللي جاية دي تعملها لوحدك. لوحدك إزاي يعني؟ اختبار، نجحت فيها هنكمل سوا، فشلت كل واحد مننا يا ابن الناس يروح في طريقه. ماشي؟ لوحدي؟ لوحدك احسن. انت حتى وشك وحش علي. صح، انا وشي وحش عليك. انتظروني ان شاء الله فيديوهات جديدة ومعلومات قيمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص اطفي يا ابني، خلاص.